الان احنا متواجدين في هذه الورشه ديال تقديم النتائج ديال برنامج التنميه القرويه للمناطق الجبليه لاقليمي صفرو وازيلان. هذا المشروع اللي تم التمويل ديالو من طرف الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه عبر قرض بقيمه 20 مليون دولار وهبه من الصندوق الدولي للبيئه بقيمه 6.5 مليون دولار وهبه اخرى من صندوق ثاني للمزارعين الصغار اللي تتقدر القيمه ديالو بشي 2 مليون دولار زياده على بعض الهبات اخرى لدعم تنفيذ المشروع. هذا المشروع كيف جاء على لسان المتدخلين انه ثمره شراكه بين المغرب الحكومه المغربيه والصندوق الدولي للتنميه الزراعيه اللي تتقدر يعني القيمه ديال المشاريع ديالها اللي تنجزات هذه مده ديال ازيد من 4 عقود 16 مشروع كيف قلت بقيمه تتجاوز 1.5 مليار دولار واللي همات ما يزيد عن 3.5 مليون ديال الساكنه وبالخصوص في المناطق الجبليه اللي كنعرفوا بانه مناطق نائيه وفيها نسبيا هشاشه متزايده. وهذا علاش هذه المنظمه ديال الامم المتحده تشتغل في هذه المناطق هذه نظرا للتوجهات الكبرى ديالها اللي تتندرج في اطار اهداف التنميه المستدامه وبالخصوص تقليص من الفوارق الاجتماعيه والحد من الفقر. هذا مشروع كيندرج في اطار تعاون بين المملكه المغربيه ووزاره الفلاحه والصندوق العالمي للتنميه الفلاحيه الفيدا ومشروع بقيمه 40 مليون دولار كيهم المناطق الجبليه خاصه باقليم صفرو وازيلال لفائده 400,000 مستفيد. وهذا المشروع هذا كيهم تنميه سلاسل الانتاج وعنده واحد الاثر جد ايجابي من واحد الوقع. وكان هذه مناسبه في هذه الندوه هذه اللي غادي نديروها اليوم باش نتقاسموا مع الشركاء ديالنا النتائج والاثار ديال هذا المشروع اللي صراحه عنده واحد الاثار جد ايجابيه من حيث التطوير وتحسين مستوى المعيشه ديال هذه المناطق اللي هي مناطق كما تعلمون هي مناطق هشه. والحمد لله بفضل هذا المشروع وقع لنا تحسن ديال الدخل ديال هذا الفلاح. الحضور ديالي هو باش نتكلم على واحد التجربه في ميدان معالجه بقايا الزيتون بعد عمليه العصر. كاين بعد العمليه كتكون هناك واحد البقايا اللي هي مضره للبيئه ومنها كاين المرج وكاين التفل او الفيتور اللي كيديروه هذاك ديك الفيتور وبغينا نحولوه الى شيء اللي هو نافع في مجال التدفئه لان الناس كلهم متعودين على انهم يستعملوا الحطب وهذاك الحطب كنعرفوا عنده واحد الانعكاسات سلبيه على الغابه على البيئه لان حتى على الصحه ديال المواطن. وهذا التفل هذا ديال الزيتون اللي كنديروا هو سون دي بيش دو شوفاج واحد القوالب ديال الفيتور اللي كيصلحوا في هذه العمليه هذه ديال التدفئه سواء التدفئه المنزليه او التدفئه الصناعيه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.